سماحة الأستاذ إن الإمام الشافعي ينقل عنه أبيات شعرية تصرح عن حبه لآل البيت، فهل أنه مات على مذهب آل البيت؟ نسأل الله. أنا في ناس بأبكي عليهم لغاية الوقت، قارئ زي الشيخ محمد رفعت عندنا في مصر رحمة الله عليه، بس اطمأنيت واستبشرت لما بلغتني هذه البشارة. منشد جه عندكم هنا كثير اسمه السيد النقشبندي، أحبه كثيرا ويمدح آل البيت ويحبهم جدا. وادي الشافعي، الشافعي نعم الشافعي قال في آل البيت ما قال، قال وما نقول عنه. إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضه. هتتهمونا بالرفض؟ أنا أول واحد رافض. إن كان حب آل البيت رفض، أنا أول رافض، يشهد الإنس والجن. وقال، قال آل النبي ذريعتي وهم إليه وسيلتي، أرجو بهم أعطى غدا بيد اليمين صحيفتي. لكن المؤسف إن الشافعي كان له مذهب في بغداد، ولما جه مصر عمل مذهب تاني. ما انت الان كنت في عصر مولانا الامام الرضا، وجاء من بعد الامام الرضا الامام الجواد. طب فين انت؟ طب ما هي ائمه اهل البيت قدامك اهي. لكن انا بلغني بشارة طمأنتني كثيرا، ارجو ان اطمئنكم ايضا بها. احنا ما نقدرش نقول ان اهل السنة كلهم ناصبية، لا، في أهل السنة ناس محبين لآل البيت على أعلى درجات الحب، يمدحونهم ويطعمون الطعام على شرفهم، خدمات بتعمل عند آل البيت ويأكلوا فيها الشارد والوارد كله. لكن بس تلاقي من ناحية تانية الأعلام بتاعتهم يرفعوها كده مكتوب في الوسط محمد أبو بكر عمر عثمان وعلي في الآخر، مش عارفين، ما هم مش عارفين، معذورين لعدم معرفتهم. فهؤلاء المحبون من العامة عند الموت يحضر النبي والإمام عند خروج روح هذا العام الذي كان محبا ولا يعرف الحقيقة، يحضره عند الموت الإمام ويسأله من إمامك؟ اللي ربنا رايد له السعادة يقول له أنت يا إمام، أنت إمامي، فيموت على ولاية الإمام. ففي اختبار عند خروج الروح، اختبار لهؤلاء العامة الذين لا يعرفون حقيقة الأمر. بالمناسبة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه لما دفن السيدة الطاهرة الجليلة سيدتنا فاطمة أم الإمام، لما دفنها في قبرها بعدما فرش لها قميصه الشريف لحدها وهو خارج، التفت إليها بسرعة وقال ابنك ابنك، وخرج. وكان يومها حزين، بكى عليها بكاء شديد. فبيسألوه يا رسول الله وانت خارج من القبر التفت وقلت ابنك؟ قال الملائكة تسألها من ربك؟ قالت الله ربي. من نبيك؟ قالت محمد نبي. من إمامك؟ فارتج عليه. فأنا بقولها ابنك ابنك، قولي لهم ابني. الله أكبر، ابنها إمامها. نعم، صلى الله على مولانا أمير المؤمنين.